انت بقى لو كنت مكان فايلر كنت عملت ايه؟ هل كنت عملت تبديلات معينه؟ حطيت مثلا احمد فتحي لعب سيرد باك؟ يعني انت لو بتتفرج، اولا انا عايزه بس قبل وهرجع بقى تاني للسؤال ده، انت لما بتتفرج على ماتش اصعب ولا لما بتلعب اصعب؟ يعني دايما يقول لك اللي بيتفرج على المباريات ده بيبقى اصعب من اللي بيلعب. انت عايزني اجاوب على انهي سؤال بتاع ان انا لو انا ده فاير ولا ده الاخراني، الاخراني وبعد كده هرجع لاحمد فتحي. هو اول حاجه التكييف تلج، فانا قاعد بتضايق. انا قلت لك تعالى بجد، والشناوي برضه قلت له تعالى برضه جايب نص كم حاطين فاكهه او حاجه عشان تبوظ بقى. في موز قلت لك في موز عم. فالجو برد بس مبدئيا. معلش هنوطولك حالا. قولي لي بقى تاني السؤال.